صباح الخير طلابي الصف الأول، شلونكم؟ درسنا اليوم تكوين الأعداد والجمع حتى ستة، صفحة 60. فكرة الدرس أكون الأعداد 3 4 5 6، المفردات تكوين العدد، رمز الجمع، رمز المساواة. نأخذ فقرة أتعلم. ماذا نرى في الصورة؟ حديقة وفيها أرانب. كم أرنب هنا عندنا؟ 1. وهنا كم أرنب عندنا؟ 3. 1 + 3 = 4. هنا عندنا أرنبين وهنا أرنبين. 2 + 2 = 4. يوجد أكثر من طريقة لتكوين العدد. أتأكد. السؤال الأول، أكتب العدد وأجد ناتج الجمع. هنا عندنا تتاكيد، 2 + 1 = 3. هنا عندنا ديك، كم ديك؟ 1 2 3، نكتب 3. زين، هنا أكو عندنا ديك، لا، إذا نكتب 0، صارت 3 + 0 = 3. كوننا العدد 3، يعني رقمين أجمعها يطلع الناتج 3. هنا راح نكون العدد 4، رقمين أجمعها يطلع 4. عندنا معشوقات نحسبها، 1 2 3، نكتب هنا 3، زائد وهنا عندنا دعسوقة وحدة، نكتب 1. 3 + 1 = 4. هنا عندنا حلزون، 1 + هنا عندنا 3، صارت 1 + 3 = 4. نأخذ السؤال الثاني، استعمل المكعب الأحمر والمكعب الأزرق وكون العدد 5. كم مكعب أحمر عندنا؟ 1 2 3، نكتب 3، زائد كم مكعب أزرق عندنا؟ 1 2، نكتب 2. 3 + 2 = 5. هنا مكعب واحد أحمر، نكتب 1، زائد كم مكعب أزرق؟ 1 2 3 4، نكتب 4، صارت 1 + 4 = 5. هسه نأخذ فقرة أحل. السؤال الثالث، أكون العدد باستعمال المكعب الأحمر والمكعب الأزرق وأكتب جملة الجمع. أكون العدد 6، يعني رقمين أجمعها يطلع 6. 5 + 1 = 6، 3 + 3 = 6، 4 + 2 = 6، 0 + 6 = 6. أكون العدد 5، 3 + 2 = 5، 4 + 1 = 5، 5 + 0 = 5، 3 + 2، أعكسها، صارت 2 + 3 = 5. هسا نأخذ السؤال الرابع، اجمع من خلال الجدول. اجمع يعني زائد، 0 + 2 = 2، 1 + 2 = 3، 2 + 2 = 4، 3 + 2 = 5، 4 + 2 = 6. أجمع 3 يعني زائد 3، 0 + 3 = 3،
واحد زائد ثلاثة يساوي أربعة. اثنان زائد ثلاثة يساوي خمسة. ثلاثة زائد ثلاثة يساوي ستة.